السلام عليكم محمد كاتب. شو معنا فيديو رد فعل الجيش الاردني القوات الخاصه الاردنيه. قبل الفيديو عنا بتشترك بالقناة نصينا 1000 مشترك وضغط لايك نصينا ابرز لايكات دول افضل 4 تعليقات في الفيديو اللي فات. اللي عايز تعليقك تنزل الفيديو الجاي اكتب في كومنت وان شاء الله يظهر الفيديو الجاي. يلا نبدا الفيديو. بعدين الفيديو بالقوات الخاصه العراقيه. بدا من الفيديو دي بحط الرصاص في الاسلحه, بحط الرصاص, بجهز الذخيره, بجهز المعدات للقوات الخاصة الأردنية. شوف بيشين لا خشب تقيل جدين وتمرين وحطه على ظهره بيمشي, يعني قوات مرة رهيبة. قصدي بعوم بينزل تحت ماسورة من تحت المية, يعني تدريب قاسي تدريب صعب موت. دي بيعمل تمريرات في الجبل, دي بيعمل منورات إنقاذ مدنيين كده نوصل القوات الخاصة. يعني نورات وتدريبات, بص تدريبات السلاح النارية, بص نوت من فوق تدريبات البطل المراحية, بص ينزلوا من فوق بحبل على البيت على طول, يعني لأ ينزلوا بالحبل على البيت. دي معاه سنايبر في الطيارة, تبقى القوات جيش رهيب ومحب, جيش رهيب جيش رهيب. دي بيصنف من 10 في الدول العربية, جيش قوي ومستحمل وجميل. هو الجيش الأردني وقوة رهيبة, قوة رهيبة, قوة رهيبة. شوف معاه سنايبر, بص بيعمل منورات, بيعمل منورات مركز الرهايب من بتوع داعش كده. شوف اهو ازاي منورات مركز الرهايب, بص نار, بص ربنا عربيات ازاي. وقصدي كلها تدريبات عشان في داعش في مؤامرات كده يروحوا يموتوهم قبل يعمل اي حاجة. قوات ضرب طائرات على الاردن, انا اتشرب الاردن وكل حاجة. الاردن بلد التاني ان شاء الله بعد مصر. شوف بص من فوق الطيارة بينزل تحت المية, يعني شوف التدريبات الجاسية ديت دلوقتي عشان يحمل القوة الأردنية. جميل صعب, يعني في أي حاجة منورات في أي حاجة بيروح على طول. بص دي استعداد, بص عاملين ازاي دي قوة سودة. دي قوة خاصة, يعني ايه مش في قوة زيها خالص. دي قوة خاصة, دي العربيات المرعة, دي عربيات مرعة, دي منورات في أي تهديدات في أي حاجة. دي قوات ضربية للأمن, شوف الأمن مكتوب على الطائرة, الأمن العام. بص بيحرسوا المدنيين وكده مع الطائرات بيحرسوهم أهو, اللي خطر داعش خطر كده والإرهاب. بص بيعمل نورات بين كذا رهاين, بص بص ورانا زي القوة الخاصة, يعني قوة مرة جبارة, قوة مرة جبارة. هو مرة عشان يودي سعد الأسلحة, مجهز الأسلحة عشان يعمل بقى منورات وكل حاجة. بدأوا الضرب, الضرب بكل الوضعيات, الضرب بكل الوضعيات. الطائرات بتنزل ازاي من على الطيارة, مش معاه سنايبر. بص برجل واحدة فتت الباب, يعني قوة مرة جبارة, قوة مرة جبارة القوة الأردنية. واو قوة عسكرية ضخمة, قوة عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط, قوة عسكرية ضخمة. شوف اهو النورات, بص نزلوا على طول عشان ايه ننفذ المأمورية على طول, مش هم حياته ولا أي حاجة. شوف معايا سنايبر, بص عامل نورة هاي جوا طائرة, طائرة مدنية هي جوا السفينة. شوف بضرب, بص بضرب القنبلة وهو جنبيه, يعني بص مش خايف من أي حاجة, بضرب تحت المية, يعني هو بص مش خايف من أي حاجة, مش خايف من حياة, أنا خايف في حياة وطن, حياة وطنه أحسن مني من الحياة. هو بص هو تدريبات بتاع تدريبات, بص تدريبات وتدريبات بس خالص, تدريبات بس خالص على الجيش الأردني عشان يتحمل كل حاجة, أي تهديدات خارجية يتحملها. نصب الرد
يخصك بالنسبة اشتراك نصيحة، عرف مشترك واضغط لايك نصيحة.